هنا للقاهرة عاصمة الخبر، نشرة مغاربية جديدة نرصد فيها أهم الأحداث وتطورات في المغرب العربي، والبداية دائما بالعناوين. الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بتحديد 13 من مارس موعدا للجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب. بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب تؤكد التمسك بالشراكة البيئية مع الرباط. وفي حكايتنا المغاربية نتعرف على مدينة تونسية وصفت بأنها جنة على الأرض، مدينة غار الملح. أهلا بكم، نشرة مغاربية جديدة نبدأها من الشأن التونسي. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بتحديد 13 من مارس موعدا للجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب. ويرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكثر الأعضاء سنا، ذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، إلى حين انتخاب رئيس المجلس. ويتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات. أنا مش شايفة. هذا كما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما جديدا يقضي بحل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات متخصصة. وخلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أعلن سعيد أن المجلس سينظر في مجموعة من المراسيم. الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد، لأننا احترمنا المواعيد كلها ونحترم المواعيد التي قطعناها، كما سيتم النظر كذلك في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، ثم مشروع يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب نص آخر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية. هذا كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة مستمرة في معركتها ضد الفاسدين بنفس القوة والعزم، وأضاف أن الدولة ستواجه بشدة الاحتكار والمضاربة، مشددا على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريدون تجويع الشعب. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من تونس مراسلة القاهرة الإخبارية نسرين رمضاني. بداية نسرين، أهلا بك، أطلعينا أكثر على ما صرح به الرئيس التونسي قيس سعيد.
مرحبا فيروز. نعم، الرئيس قيس سعيد صرح فيما يتعلق بالفساد وقال ان الدوله ستطبق القانون على الجميع على قدم المساواه، وايضا قال ان من يتامرون على امن الدوله ومن يعني يهددون الامن الغذائي للتونسي من خلال الاحتكار والمضاربه وغيرها من الممارسات التجاريه السلبيه ستتصدى لها الدوله بكل حزم. وكان الرئيس التونسي في العام الماضي قد اصدر مرسوما رئاسيا يجرم الاحتكار والمضاربه، وايضا كثفت الحكومه بكل اجهزتها عمليات المراقبه على مسالك توزيع المواد الغذائيه وفي الاسواق. وايضا هناك هذه المراسيم التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد وصدرت بالامس فيما يتعلق بالجلسه الاولى للبرلمان وغيرها من تنقيح قانون الانتخابات والانتخابات البلديه وانتخابات مجلس الاقاليم والجهات. طيب نسرين، ما هي التوقعات في تونس حول الجلسه الافتتاحيه لمجلس النواب؟ نعم، فيما يتعلق بهذه الجلسة الافتتاحية التي ستنعقد يوم الاثنين 13 من مارس الجاري بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد ونشر بالأمس في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية، ستتمكن أو سيتمكن نواب البرلمان الجلود من يعني وضع نظام داخلي وانتخاب رئيس للبرلمان، ويعني في الجلسات اللاحقة ستتم يعني مراقبة كل الترتيبات المتعلقة بسير بعمل البرلمان. فيما يتعلق بالجلسة الافتتاحية يتوقع التونسيين يعني أن يتم في البداية التصويت لرئيس البرلمان، سيكون الشخص الذي يتحصل على النسبة الأكبر من أصوات النائبين، وأيضا إذا تمت يعني كان هناك أرقام متساوية في هذا الشأن فسيتم انتخاب الأكبر سنا لرئاسة البرلمان طبعا بين المترشحين لهذا المنصب. وأيضا سيكون هناك النظام الداخلي للبرلمان الذي بموجبه سيتم تركيز لجان البرلمان فيما يتعلق بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. نسرين، تحدث الرئيس التونسي عن مواجهة الدولة للاحتكار والمضاربة وأنها لن تقف أمام من يريدون تجويع الشعب. من المقصود بهذا القول من الرئيس التونسي؟ وهل الجشع التجاري أم الفاسدين الهاربين أيضا هم من أشار لهم الرئيس التونسي؟ نعم، الحقيقة أن تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة جاءت تأكيدا وتجديدا من قبله على تصريحات سابقة أكد عليها ضرورة محاربة الفساد والاحتكار والوقوف بوجه كل من يتآمر على أمن الدولة. منذ فترة بدأت تونس يعني في حملة توقيفات شملت عددا من الوجوه السياسية البارزة وأيضا رجال أعمال وإعلاميين وحتى نقابيين، وقال الرئيس قيس سعيد أن تهمة هؤلاء هي التآمر على أمن الدولة، وأشار أيضا إلى أن بعض من تم توقيفهم يعني توكل لهم بعض التهم أو توجه وتحوم حولهم الشبهات فيما يتعلق بالتلاعب في مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية، وهذا ما تسبب في نقصها في الأسواق التونسية. يعني كل هذا هؤلاء من ربما هم من يشير إليهم الرئيس قيس سعيد بحسب ما يقول المتابعون والمراقبون للشأن السياسي التونسي. أيضا الرئيس التونسي كان في تصريحات سابقة أكد على أن من يستغلون الظرف ويصطادون في المياه العكرة لإثارة الفتنة في البلاد هم يعملون فقط لمصالحهم الخاصة وخدمة لمصالحهم السياسية وحساباتهم، حتى وإن كان هذا الأمر على حساب مصالح الشعب وأمنه القومي والغذائي وكل هذا الأمر. وأيضا قال إن حتى من استثمروا أو استغلوا مشكلة المهاجرين وتصريحات الرئيس قيس سعيد قاموا بتحريفها وإخراجها من سياقها لإثارة الفتنة والاستهداف فقط الرئيس، فقط لأنهم يعارضونه ويعارضون توجهاته وليس لأنهم بالفعل يخافون على مصالح الشعب التونسي وأمنه واستقراره.
من تونس مراسلة القاهرة الإخبارية نسرين رمضاني، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من هناك. أعلن الحرس الوطني التونسي عن مقتل 14 مهاجرا من أفريقيا إثر غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة صفاقس، وأضاف خفر السواحل أنه قد تم إنقاذ 54 شخصا آخرين كانوا على متن القارب لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا. أعرب جوي هود سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في جميع الأصعدة، خاصة لدى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. جاء ذلك خلال لقائه بوزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نميصة، والتي أكدت عراقة العلاقات بين البلدين واستعرضت أهم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه تونس. تسلمت تونس 30 قطعة نقدية أثرية تعود إلى الفترة التاريخية القرطاجية من النرويج، يأتي ذلك في إطار توقيع اتفاقية استرجاع قطع أثرية بين وزارة الشؤون الثقافية والمتحف النرويجي للتاريخ الثقافي بأوسلو. وكانت تونس قد طلبت استرجاع القطع وفقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، بعد أن تبين نقلها دون الحصول على ترخيص مسبق. ونذهب الآن إلى الشأن المغربي، حيث أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب التمسك بالشراكة البينية مع الرباط، وأوضحت باتريشيا لومبرت كوزاك سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحرية الصحافة يخص فقط هذه المؤسسة ولا يلزم التكتل الأوروبي، والذي يحافظ على أسس التعاون الذي يمتد لأكثر من نصف قرن مع المغرب. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من الرباط الدكتور إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية. بداية أرحب بك، كيف قرأت تصريحات رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب حول تمسك الاتحاد بالشراكة مع المملكة؟ أهلا وسهلا. بداية يمكن الإشارة إلى أن العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي هي علاقات تاريخية، حتى أن الاتحاد الأوروبي في عام 2008 اعتبر المغرب يعني كشريك أساسي وكشريك يعني بأبعاد استراتيجية من خارج طبعا المنطقة الأوروبية، وهذه الشراكة تتخذ أبعاد عدة، طابع اقتصادي، تعاون أمني، تعاون أيضا على مستوى ملفات مكافحة الإرهاب، ملفات الهجرة، وبالصورة التي طبعا تحول معها الاتحاد الأوروبي إلى شريك أساسي، وأيضا يعني نفس الأمر بالنسبة للدول الأوروبية التي أصبح المغرب بالنسبة لها بلد يعني كشريك أساسي تربطهما كما قلت مجموعة من الأولويات، وكذلك بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب. حقيقة أنه كانت هناك في الآونة الأخيرة مجموعة من المشاكل ومجموعة من يعني نسميها أزمات إن صح التعبير، ولكن حجم المصالح التي تجمع بين البلدين وحجم الأولويات وكذلك التطلعات نحو المستقبل في ارتباطها بالمشاكل التي تحيط بضفتي البحر الأبيض المتوسط
وكذلك وعي الطرف الأوروبي بمكانة المغرب وبأهميته كشريك كما قلت تاريخي وأساسي، كل هذه عوامل جعلت هذه العلاقات محصنة ضد كل المطبات وكل الإشكاليات التي يمكن أن تواجهها. نعم، طيب هل يعني ذلك أن أزمة البرلمان الأوروبي مع المغرب من الممكن أن تنتهي في رأيك؟ طبعا يعني عندما نتحدث عن البرلمان نحن نتحدث عن مؤسسة لها يعني مجموعة من الآليات، آليات الاشتغال. لاحظنا كيف أنه في الآونة الأخيرة جرت هناك زيارة للمفوض الأوروبي، وكان هناك توقيع لعقد تعاون طال مجموعة من المجالات الحيوية كقضايا الهجرة والإصلاح الإداري وقضايا يعني الإصلاح الإداري كما قلت وغيرها من وملف كذلك الحماية الاجتماعية، وبقيمة مالية مهمة جدا. أعتقد بأن كل هذه الأمور تؤشر إلى أن الدول الأوروبية رغم كما قلت هذه الإشكالات التي تعبر عن سوء فهم أو أنها تعبر عن انزعاج بعض الأوساط داخل الاتحاد الأوروبي من ما حققه المغرب خصوصا داخل الفضاء الإفريقي أو فيما يتعلق بانفتاح المغرب على شركاء يعني في إطار تعاون جنوب جنوب أو في إطار الانفتاح على قوى دولية كبرى كالولايات المتحدة. لا ننسى بأن الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة أو قبل بضعة يعني سنوات عبرت من خلال الرئيس السابق ترامب عن دعمها لمشروع الحكم الذاتي وبصورة واضحة، وكذلك هناك تطور على مستوى علاقات المغرب ببعض الشركاء الآخرين. نتحدث هنا كما قلت عن الصين، نتحدث أيضا عن الولايات المتحدة، نتحدث كذلك عن دوائر مختلفة، وهذا بكل تأكيد ربما يؤكد عن انزعاج بعض الأطراف داخل البلدان الأوروبية من هذه التحركات المغربية التي هي تحركات سيادية، والمغرب طالب يعني في السنوات الأخيرة إلى إرساء علاقات متوازنة مع أوروبا. لا ننسى الأزمة التي نشأت بين المغرب وإسبانيا في السنوات الأخيرة وكذلك مع ألمانيا، وحتى الأزمة كذلك هناك من لا يفصل أو يعني لا يفصل ما حدث من مواقف معادية للبرلمان الأوروبي عن الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا، والتي ربما تحيل إلى أن فرنسا بدورها منزعجة من تحرك المغرب في إفريقيا، وخصوصا وأن فرنسا باتت تعتبر أو ظلت تعتبر أن هذه المناطق يعني تمثل بمثابة خلفية استراتيجية بالنسبة لها. لكن في المقابل أعتقد بأن صوت العقل هو الذي يغلب، على اعتبار أن هناك مصالح، وهذه المصالح هي التي تؤمن والتي تدعم يعني تدعم يعني متانة هذه العلاقات وتجعلها وتجعلها يعني محصنة. أعتذر لضيق الوقت دكتور إدريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة عبر سكايب من الرباط. ترأس وزير الثقافة المغربي محمد مهدي بن سعيد فعاليات الدورة 42 لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات، والتي شهدت حضور كفاءات مشهود لها في مجال المخطوطات. وخلال كلمته توجه المهدي بن سعيد بعبارات التقدير والشكر لأعضاء اللجنة العلمية لمجهوداتهم الكبيرة في كل المراحل ولكل المساهمين والمشاركين في هذه الدورة. وفي آخر الحفل قدم وزير الثقافة الجوائز للفائزين. يواصل متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط استضافة معرضا فنيا يحمل عنوان الحدثات العربية، ويضم 116 عملا إبداعيا لفنانين من 16 دولة عربية. يقوم المعرض في الأيام القادمة بجولة في العديد من المدن المغربية، ومن خلال ذلك تعرض مجموعة الحدثات العربية والتابعة لمعهد العالم العربي ومقره باريس، معرضا خارج فرنسا للمرة الأولى، وتشمل الأعمال الفنية في الأغلب لوحات إلى جانب مجموعة من المنحوتات والصور والرسوم البيانية.
ونذهب إلى الجزائر، حيث كشف وزير التهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد أن ما يقارب عن 900 مشروع استثماري قد دخل مرحلة الإنتاج خلال عام في البلاد، وأوضح أن المشاريع أتاحت أكثر من 250 ألف فرصة عمل. وخلال تفقد الوزير لمشروع بناء 200 وحدة سكنية بولاية أولاد جلال، أكد الوزير الجزائري أن الدولة عملت على معالجة المشاكل والتي أعاقت الإنتاج بالمشاريع الاستثمارية، ما مكن من دخول هذا العدد من المشاريع حيز الإنتاج في فترة وجيزة. جددت الجزائر والصين مطالبتهما بإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على النحو الذي يضفي أكثر عدالة في صيغته التمثيلية وأكثر شفافية في طرق عمله، وبما يؤسس لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. جاء ذلك خلال المباحثات التي جمعت الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني مع سفير الصين لدى الجزائر لي جيان بالجزائر العاصمة. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن الطرفين قد بحثا الاستحقاقات المقبلة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها الزيارة التي يعتزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القيام بها إلى الصين خلال العام الجاري. في موريتانيا، قال المتحدث باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد شروغا أن الجهات الأمنية عاكفة على تحديد الثغرات التي مكنت السجناء الإرهابيين من الفرار. وأوضح ولد شروغا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن قوات الأمن تعمل على محور آخر هو متابعة الفارين حتى تتم إعادتهم إلى السجن. وكان قد تمكن 4 سجناء ينتمون إلى تنظيم القاعدة من الفرار من السجن لأكثر تحصينا بالعاصمة، وقال 2 من حراس السجن وجرح 2 آخرين. إلى ليبيا، حيث استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند. بدوره أكد المنفي حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جبهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني، فيما عبر المبعوث الأمريكي عن دعم بلاده لدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها. في حكاياتنا المغاربية نتعرف على مدينة وصفت بأنها جنة على وجه الأرض، تأسر زائريها بجمال طبيعتها وسحر بحرها ونقاء شواطئها، مدينة غار الملح في تونس.
بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة المغاربية. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال أو رأسي، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. أشكركم على طيب المتابعة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.